لا ليس كاكا، هذا نظام عالمي لم يعد يستجيب لحاجيات الأمم والشعوب والدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا المجمع الصناعي المدني في الولايات المتحدة الأمريكية اللي مثله ترامب كشف عن هذا، كما كشف عنه روزفلت سابقا، أن المجمع الصناعي العسكري لا سبيل له لكي يخرج النظام الأمريكي من المأزق ومن الأزمة إلا بالحروب، والحال أن الحروب لم تعد تأتي، ماشي بحال مع القرن 19 ولا حتى مع القرن 20، والحال أيضا أن السوق الأمريكية مجزية، يعني أن أزمات نظام الرأسمالي الأمريكي يمكن أن يجد لها حلولا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وليس بتصدير أزمتها إلى الخارج بشكل حروب وفتن وانقلابات وفوضى إلى آخره، فوضى عارمة. إذن يمكن للولايات المتحدة الطرق، هو تكلم بيضا على 100,000 كيلومتر، السكك الحديدية، أمريكا ليس فيها سكك حديدية تقريبا بالمقارنة إلى ما وصلت إليه السكك في فرنسا وألمانيا واليابان والصين، يعني مهزلة في الحقيقة، دولة عظمى ما عندهاش سكك اللي عند المغرب في التي جي في، الموانئ، السدود، المطارات، المدارس، البحوث العلمية، السكن، ثلث السكن في الولايات المتحدة ما فيش، لا يتوفر فيه المراحيض إلى آخره. إذن الأوراش التنمية لنقول جديدة في الولايات المتحدة مفتوحة، وبالتالي رأس المال لديه، ما بيضا حاول أن يأخذ العصا من الوسط، ما انسحب من افغانستان واشار الى وبدا ينسحب من الشرق الاوسط في العلاقه مع ايران او في الوجود ديالو في العراق والوجود في سوريا الى اخره، ولكن متردد ويحاول ان يجمع بين ما لا يجتمع، في حين الموقف ديال ترامب سابقا كان شجاع وقال يجب الانسحاب من العولمه والعوده الى الحدود القوميه البشرية كلها في مصلحتها احترام القوميات وحقها في أن تكون لها دولة واحدة، ومن بين هذه القوميات الأمة العربية التي هي أمة واحدة ولكن ب 22 دولة، هذا شيء غير مقبول. نفس الشيء في إفريقيا، يعني لأن هذا العدد من الدول أو من الدويلات في العالم مصطنع، وشعوب وقعت قسموها بما في ذلك الحالة الأوكرانية نفسها، لأن أوكرانيا والروس شعب واحد تماما، كما لو تحدثنا في المغرب على من ينطقون باللغة العربية ومن ينطقون بالمازيغية، يعني اللغة لا تشكل فارقا. فلا قدر الله لو أن الرهانات ديال الاستعمار الجديد الإسباني التي نجحت أمريكي في فصل جنوبنا عنا جزئيا، فصل قبائلنا في كذا، ولكن فشلت في تأسيس دولة، لو أنه نجح في الشمال المغربي لكنا في حالة مثل حالة أوكرانيا لأن الجزء عندما ينفصل عن الكل يصبح ضده تماما، مثل العاق في العائلة أو مثل الخليع في القبيلة، دائما يجد في أعداء العائلة أو في أعداء القبيلة من سيوظفه ضد قبيلته أو ضد عائلته وليس ضد عدو آخر. وحنا لاحظنا في التاريخ المعاصر هذه الحالة، أن لبنان كان دائما تشكل تهديد لسوريا، الكويت دائما تهديد للعراق، في الحالة السعودية فيها كثير من المظاهر كذا، حنا شفنا الشيء تيوقع لنا في جنوب المغرب، وشفنا إذا نفس الشيء الحالة الأوكرانية. المفروض في الحقيقة إذا في شروط تاريخية سياسية معينة حل المشكل عن طريق انفصالات، هذا ماشي مشكل كبير، ولكن يفترض في المنفصلين ألا يدخل في عداءات فيما بينهم، وبالتالي أن يوظفوا في تناقضات خارجية كما وقع
في الحالة الأوكرانية. أنا أقول بأنه حتميا الحالة الأوكراني مؤشر على تغير إيجابي على الصعيد العالمي. أهم مؤشراته أن تعود الولايات المتحدة والآن هي عائدة عسكريا، أن تعود إلى حدودها القومية، وأن ترفع يدها عن الهيمنة التي وأحيانا السيطرة التي تفرضها على الموقف الأوروبي في وسائل متعددة. إذا أوروبا ستستقل بنفسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتحالف، أقول التحالف الرباعي الصاعد اللي فيه الأرثوذكسية الروسية والاشتراكية الصينية والإسلام الشيعي الإيراني والمقاومات العربية في اليمن، في غزة، في لبنان، في سوريا. هذا الرباعي المقدس، هذا التحالف الصريح أو الضمني، هو الذي يقود اليوم الصراع ضد الإمبريالية والاستعمار الجديد المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي في آخر المطاف سينتصر. وبالتالي التغييرات ستقع على مستويات متعددة، مما في ذلك أن فلسطين المحتلة ستدخل في مرحلات إما حل الدولتين، وهذا أنا في نظري غير يعني ونظر الكثيرين ليس حلا، أو الحل الحقيقي هو في الدولة الديمقراطية التي تتعامل مع مواطنيها بالمساواة، وبالتالي تستعمل الآليات الديمقراطية كوسيلة لحل التناقضات في صفوف شعب واحد، وبالتالي الذين وحق العودة بالطبع الذي يقتضي كما قرر مؤتمر الخرطوم للقمة العربية أن اليهود الطارئين على فلسطين ممن اغتصبوا أراضي أو سكان إلى آخره أن يعودوا إلى أوطانهم الأصلية، وبالتالي يفترض في البلدان العربية اليمن، العراق، مصر، سوريا، ليبيا، الجزائر، وخصوصا المغرب لأن الأغلبية المغرب، أن يفتحوا الباب لعودة اليهود الذين اضطهدوا وأرغموا على الهجرة، هجروا، ولكن طبعا في شروط قانونية كذا، لكي يتاح للفلسطينيين الذين في الشتات أن يعودوا من أراد منهم بالطمع إلى أوطانهم. وبالتالي الحل الديمقراطي للمسألة الفلسطينية هو أيضا في الأفق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.